سيليمون، الزم حدودك بجزمتك الحمرة دي. انت جاي في مكتبي تهددني؟ انا سعد التالي، انت مين؟ صدقني مستر سعد، انا مش جاي اهددك ولا احزنون. زي ما بتقولوا ما على الرسول الا البلاغ، انا جاي وحامل اليك رسالة. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي السينيور زيك لابس لي باروكة؟ قلتلك 100 مرة دي مش باروكة، ده شعر الأصلي، وهو ده سبب قوة المافيا، قوتنا الحقيقية. إنك تفضل متخيل إن دي باروكة مع إنها شعر الأصلي. سينيور سليمون ولا لانشون، أنت أنا والسادة المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزة من سعد التالي إيه؟ أي نعم أنا رجل عمل مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتية الفظيعة اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه؟ مش عارف. أنا كمان مش عارف، صدقني أنا مش عارف. أنا كل اللي أعرفه إن أنا مش طايقة وإني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي أعذبك فيهم ولا أطشلك ولا أطخلك وأكن لك كل شر. كل شر؟ أيوه. يعني أعتبر إن أنت جاي نويلي على الشر؟ أكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف، حاجة زي كده يعني. يعني إيه؟ عايزين مني إيه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكم في إيه؟ يعني هو انت لازم تحرجني يا اخي، دينا بنتكلم مع بعض بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا المافيا يا عمو، وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفرد، أخبار صفاء ووفاء إيه؟ إيه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ أنا قال يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي، رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر. لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده يا سعد بيه عشان تعرف تفكر؟ تعال ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي ايه؟ رفقي يا سعد بيه. شوقته يا جماعه، انا قلقان، قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العوائل السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا حاج. ركزوا معايا يا جماعه. مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعلفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء او وفاء، خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا؟ ايه ده يا سعد بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ أنا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا أخي. ممكن اتفضل اتفضل اتفضل. تعالى أنت معايا، هو أنتوا الاتنين خليكم في الشركة. كلم الراجل بتاع حواض السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش. فاهمين؟ حاضر. يلا يا ابني. مع السلامة يا سعد بيه. مع السلامة يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. you
أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروح للدكتور. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء 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 صفاء. صفاء أنا سعد التالي، أنت مين؟ وقال لله سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك، وما قالكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. إحنا لقينا بيه بعد الحرب. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء كانت ملفوفة فيها، كانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. ها يا صفاء، أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجرالنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. يو نو أنت واحد مأزق. أنا مأزق؟ تعالي تعالي هنا، تعالي تعالي يا أختي تعالي. إيه المسخرة اللي أنت لابساها في العزا دي؟ أنت جاي تعزي في رقاصة؟ دي سمكة، ومش أي سمكة، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود انت قلت ايه؟ ده مش بتاع العزا؟ لا سيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليكي لابساه. انت بقى ايه؟ تفضلي يا حبيبي، تفضلي تفضلي تفضلي. انا ناوي يا صفاء يا كرام. انا غالي علي يا صفاء يا كرام. غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده، حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. أمي. مش فيكي لوحدك، خلاص يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم. شكرا. بقول الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مكدوب للاسماك. ونعم الرجال. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام؟ قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت ارجوك، الكلام اللي قالته صفاء ده بقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاصل؟ وده الحاج تنني مندوب حلقه السمك. حاج مين؟ تنني. اهلا وسهلا. اضطر يعذب صفاء بنفسه. شاكرين يا حاج ولحلقه السمك. ثانيه واحده، ثانيه. مين الاخ؟ اهلا وسهلا. دي جايه ليه؟ تعذب مين؟ تعذب صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره! مش عايز ولا قطه تخش العزا، اتفضل بره! اللي جايه تعزي، اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها، استخص على القطه. ايه ده سعد بيه؟ مؤاخذه، شرفنا يا حاج، شرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا هنا. مؤاخذه لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو، متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه
ده انا اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي. اطلع بره، مش عايز قرب. ايه ده؟ ايه المهدده دي بيها ديت والزفره دي؟ اذا كان في اباحه ولا زفاره فيهمنك انت. لا انا مش هسكت على العيله دي. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ العيله دي خد وامشي، خد وامشي، خد وامشي من هنا. خدوا يا حاج مجدي بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع يا حبيبتي يا بابا. يا غالية عليا يا بابا. زهقتيني بقى، زهقتيني بقى. انا بابا الاوضه اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. ايوه تعالي بيه. يلا بره، خد الولاد دي بره. تعالي هنا. خرجتي امتى؟ حبيبتي يا بابا. يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل يلا. اصيل يا سعد بيه. ما تخرجنيش بايدي فاضي ابدا. سلام. ايه دي يا مدام؟ خدها بدل ما اطلعها. يلا صفاقه تغلي علينا كلنا. فضل الولية ماشيه ازاي في العاده؟ بتستفزني. نورت يا حاج. واحد الله، واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم فرد فرد، كل صيادينها رجاله. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء.
تؤمر بأي حاجة تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعالى هنا. حاضر. قبضت مرتبك للشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. حاضر. تعالى. حاضر. هات ياض المرتب. اخلص. اهو. ايه ياض ده فين بقية فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادتك. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خسارة خسارة ومية خسارة. قالوا لي إن في قطر فرم أربع شباب، قلت يا ريت تكون أنتوا، لكن للأسف باظت المرة دي. خير يا بابا. ثانية واحدة. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفرة دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا انا بكرهكم قد ايه. انتوا ولا حاجة بالنسبة لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ ايه اكتب طاوله تتكلم معايا بالطريقه دي تاني؟ انتوا زباله، انتوا اكثر شيء في حياتي، جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا وعارف ان دعوه الاب مستجابه. أقول إلهي تمرض، إلهي تتحوجوا، إلهي ما تلاقوا اللقمة وتغوروا في 60 داهية، إلهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزبالة. بإذن الله جاتكم القرف. إيه المناظر دي؟ إيه الشيطان اللي أنا مخلفه؟ أنا ما اتعصتش. يوم ما عملت لك سونار بقت الهبلة أمك حبلة فيك، الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجة خطر، ده شيطان نسقطه. حنية الأب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. أهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ ما تعمليش بقى ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي أخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. أنت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفة العار دي؟ رزعوا اطفحوا. ثانية واحدة، ثانية. سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب، مين قال لكم تطفحوا؟ مين؟ دافعين فلوس انتوا على الأكل ده؟ حد دفع تعريفة في السفرة دي؟ انتوا عالة عليا، انتوا شوية عاطلية وربنا رزقني بيهم. اطفحوا وعلى شرط طول ما انتوا بتدفعوا تدعوا لي. يلا بالسم الآن. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش، شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردوده عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعه بقى، الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه كاوتش. كاوتش فاكرها سهله 300 جنيه؟ أنا شايلك 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في أي لحظة أبقى جاهز وأتويك. كاوتش. لا كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. إلهي تلبس الكاوتش تتشل فجأة في الملعب. أنت بتنفض في مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجة؟ أنت ليه مش مظبطنا؟ أنت أبونا. أنت إيه؟ أنت أبونا. اسمها بابا يا راجل. ايه يا اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوه ليه؟ هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه؟ سعد عادل انت يا واد، انا شاكك، انت ابن حرام، انت مش ابني يا واد. العيال دي شاكك فيها كلمة. انت انا متاكد. اهبل يا ابن الهبل. اسكت. كفايه. لا مش كفايه، انا هطول معاك. في حاجه؟ يا تافه يا بغيض يا اهبل يا ابن العبيطه. ها ها ها. انا كان زمان
ماني موت الله ده تدريات خد يا خلاص يا بابا ما تقطعش مش عايز اتكلم معاه ما تقطعش نفسك انا هقتله ايه البقره اللي بتتكلم معايا دي ما تعمل حاجه بزورك دلوقتي ولع وانا واقف فجاه كده مش هتكلم معاك عشان انت بتطول وبتقمم تعال وراي تعال وراي ما تكلم على امك بقى كمل لما نوصل يلا يلا يا عرق يلا يا عج يلا الله يخلصني منكم مرتاح يلا حبايبي عايزكوا بقى حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض عايزكوا اخوه احباء تنهشوا بعض احنا هنعمل ايه يا بابا هوريك يا اهبل غور انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس انت عمرك ما شفت ابوك بيهيس يلا يا مسايد تعمل معانا كده ليه ده احنا ولادك افتكر لنا حاجه حلوه اقول لكم حاجه حلوه استنى يا ادم ما ارجع في الناس تاني شيلوا البزازات يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد يلا هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو خلاص بلا مساخ خلاص مش عايز مساخ بلا هابي بيرث بلا زفت يوم اسود اصلا جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك جربها في ركبتك الاول انت يا زفت يا زكي نعم يا سيدي شيل التورته دي خلاص ما حدش يدوقها حاضر وهات لي راكيه النار بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا انسوا ان انتوا عيال لازم تبقوا ايد واحده هات يا راكيه النار طفي في النص حطوا ايديكوا في النار حطوا ايديكوا عهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده حط ايدك تبعها بيه حط ايدك حط ايدك بقول لك حط ايدك حط ايدك صرخوا صرخوا جون سينا حبيبي اجري غور في داهيه يلا عايزكم بقى توروني الشطاره والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور ابدا اضرب يا هات اضرب كسر له الفقرات كسر الفقرات انا بحبك اخويا بحبك اخويا بس عرفت انزل على رقبته اضرب يا هات مفيش استسلام اخلص اشتغل يا ابو لبس اشتغل بقول لك اتصرعاله دمره مش عايزه يمشي تاني قول له سامحني يا اخويا ما تسامحوش يا ايه رايك في ولادي دول هيموتوا بعض في 60 دقيقه هيموتوا بعض وامهم اصلا ماتت وناوي ابدا حياتي من جديد عندي حتة كده قرتين على المريطية بس ايه بعد ما يردموا الترعة هيبقى في براح وانت قاعدة ان شاء الله في البلكونة بتيجي الوقت في الكافيتيريا شوية هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للأمانة يعني بس توأم نفس الشعر ونفس البرنيطة ايه رأيك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا اقتلوا بعض يا كلاب يلا يا حلو سيبك من الكلام الفاضي ده ماتش ايه ونيلة ايه؟ ابكم كان بودي اذبحكم بايدي بس حظكم حلو اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاكم ابكم بس خلاص انا جامعكم النهارده عشان امر هام انا حاسس ان ايامي قربت واسطوره اندرتيكر خلاص هتنكسر بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان سر بس لازم اتكلم فيه خلاص مفيش وقت لحسن اموت فجأة والسر اللي لا هيطلع وتورسوني بابا هو احنا كمان مش هنورسك مش هتورسوني وتورسوني ليه ده انت عبال ما تقول فين المراز بتاعي تكون الفلوس خلصت لا الوزكت يا اهبل يا ابن الهبله
وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجة كل حاجة قدام عينيكم. يا عم سيد تعال يا عم سيد، يلا عموك سيد ولا عايز كل حاجة ولا ايه؟ ميكانيكي؟ انت ناوي على ايه يا حنون؟ انا ناوي ان الطريقة اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملأ، مش عايز اضحك على حد. هتوه بصفتي ان انا محدش يتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندر تيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه، هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ اه عز المنوفي حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره، نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز؟ اكتب يا عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. الفيسبوك يا بابا اندر؟ اه يا بابا اندر، على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي، اقرش في كوعي ومسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشرون، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع انت كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده، يلا ليته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة ناديا دراي كلين اللي في شارع مصدق. بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. ما انا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبله، امك كانت هبله لا بتعرف تغسل ولا تكوي، وناديا دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. نايل نايل، يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيره انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا اقول لك لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال 20 مليون دولار حلال عليك يا ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق. شعري يا اولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انت هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني نهاياتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاضي؟ باتيستا يا بابا. وانت يا شيموس. شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا ولدي اخيرا. بابا خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك.
فكسوا مش اخوات بالعكس اتعكسوا ما احنا في زمن الخلف خلاف حاسب خاف يا عنظر تكر اخوك شور سيرا كان انفجر اخسى عليكو يا حبة غجر يا ولاد الف الكاف يا ولاد الف الكاف بالكاف كاف 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 بالكاف يا مناس كريو من ابن الاصغر ريم ستيريو بس محدش قد بتقطع شوفوا ولادي مركز شباب متنقي النادي وابوهم ماما المواعيد دي وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا مش فاهم انا وترميات وناس قاعده على القهاوي بس جو حلو جو ظريف الله 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 عيني على اللبان واللي من اللبان اهلا ايه ده في كده هنا يا اختي عودي في القهوة بتاعت اتفضلي يا حبيبتي ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جاية من لبنان تحفة والله يا اختي لو اخترتي حاجة من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي وديها يا رول الحمام عشان نشوف الحاجات اصل الحاجات دي بتتنازل تعالي يا حبيبتي يا كمان الشيشة مساء الخير يا سي خميس ازاي والدك وقول له الف مبروك على موت والدتك هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا دي حيلة رخيصة مني عشان اقولك مساء الخير عبد العال حسين عبد العال اوه ايدي يا هاني ولا انت حكومة يالا حكومة ايه ما انا مالز ما انا لابس ملك ايه حكومة ايه يا هاني ما هو انا لابس ميري قدامك ارجوكي علي النعمة لو طلعت حكومة ملك دي يعني لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف لو تكرمتي ده انا غلبان شكلك ابن حلال اقعد من الاخر من غير لا لف ولا دوران عشان انا ما عنديش وقت انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي لا نو بروبلم خالص انا بقلب النسوان اوه سوري بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركات بقلب النسوان بتقلبي هايل هايل عايز اقولك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها جو اهيد ربنا معاكي اصل انا بحب التقليب قوي تحب تشتغل معايا يا عسل لا اشتغل معاكي ايه انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية يا مصيبتي حياتنا الخاصه لا بقولك ايه انا بنت شريفه وما كسرنيش الصوره اللي انا عجبتني فيكي انا حبيتك ان انت مش شريفه ومش يا شمال وبتقلبي النسوان ايوه شريفه ايه وبتاع ايه خلينا في الشمال لو سمحتي ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك حبيتني مجنون ده ولا ايه طب انا اسمي ايه انت تعرف اسمي اصلا ما بالطبيعي كده ده السؤال اللي جاي اسم القمر ايه سوسكا عارفه يا سوسكا قبل ما تتكي على ايدي تفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي رحت انت عاملاها فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد ماما طبعا بجد يا اخويا والنبي طبعا
وقولي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقيت عندها قطع ملابس ذهب، بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره مسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله يا كناني. ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخصاب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت عليك ديون كتير. انت يا كنان انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا انت غني. غني غنى انا معرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كنان. قد البحر قد اكبر من البحر. جميل كنان جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز السوس كان نجيب كنان يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل وديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفس زغروت يا كناني. كفايه يا كناني كفايه يا كناني كفايه كتير كده كتير. هي واحده وخلاص. خواجه ميرسي يا كناني. باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا اذا كنت بضحك عليكي من شويه، دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر عيب. اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيله مستعجل على ايه؟ دي جوازتي الندامه. جوازتي الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له اليوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى يا ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حبيبتي. اتفضلي. ايه تقطع يا رب؟ الازاز بيكسر يا مريم. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما. في ازازات شقتنا اللي بتتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده يا ماما؟ اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي. انت اللي موترانه ومعصبانه. اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه؟ اتفضلي اتفضلي. انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي. ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل نسيت مفاتيح العربيه. النبي ما طلعت بسرعه جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك؟ اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي اقعدي. صدقي يا ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعتنا بتاعت بتوعي بتاع يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. جايبك كرموز يا هانم. كرموز يا امي ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول ابو قير بقى ولا العصفره. كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي. ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم. ما قتلتها والله. ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله يا جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتشكر قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكه اللي انا هخطبها الصغير. ظريف قوي. يا دي المصيبه. مصيبه ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف. ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى. انا مش جايبك حته اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم. هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا الكبير يا ماما. هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمت. احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هان اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوه عزيزه يا ام الغالي. يا اهلا
يا اهلا بالعريس. منورنا. اشكرك. منورانا يا ابله. الله يخليك. منورانا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديلي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفى دلوقتي لان كرامك اخر كرم يا سوسكا. سوسكا العروسه. العروسه العواف. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. يا دي عمال. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كلك كرم يا ابو نصر، كلك كرم. بقول لك ايه يا حسب الله، سيب لي حته انا والعيال. انا عارفاك تقص جريه وليا العلبه دي، واحد فيك انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسك. يا بنتي تعالي اوعى كده، عايز اسيب حته يا صاحبي. ايه يا جماعه، صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا ملك يا حاجه مسروع عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. الله منوره منوره ماما، ما تقلقيش. ده الطقس هنا، ده اسلوب العقاب عندهم. وهو بصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا تشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا، الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف ان اطلب ايد الانسه المصون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امرك، تحت امرك، وانا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جودة بالموجود؟ هنروح بعيد. الى يا حاجه اللي حاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما، ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق، جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما، لا لا. مبروك يا روحي. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك. الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه، فرحونا. اه لا، زغروطه للحلقه يا حبيبي. الحلقه عجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما، بالراحه على ودنها بس، بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك الدنيا. خاتم ما متخبيش يا ماما. الف مبروك يا روحي، الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه؟ انا تحت امركم يعني، انا اللي هاخد المهر. حاضر، يعني شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ معلش 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 يا ماما، ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها يا ماما. تحت امرك. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعملوا لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما. يا ماما خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. يا ساتر يا رب، وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل، ما تزهقنيش بقى. انت هتعيطيني، هتعيطيني في يوم فرحي. يا ماما ارجوكي. يا سوسكا، يا مدام ريا، يا ماما خدلت دراعي. انا شاكك في العين. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما، يا لهوي، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. يا ماما خلاص، يا ماما خلاص خلاص. ماما انت شفتي حاجه عدت كده؟ جثه جثه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا يرجعون. يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت، هنعمل ايه؟ ما تلعبنيش بقى. جثه، ده لبس. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. العيله دي وحشه. ما تخافيش. لا لا، دي ناس، دي ناس اطهر ناس. بس احنا هو في حاجه مش فاهمينها. ايه ده؟ عفريت عفريت. ايه يا ماما؟ ده تلاقي ابن اخت العروسه. انت عارفه الاطفال في الافراح بقى قلبي هيقف يا ماما، قلبي هيقف. بس قول لك قلبي هيقف بتنادي. انت ماشيه ورا ميت. ايه الصوت البلدي ده يا ماما؟ طب تاخدي شويه ده احسن. ده لامسني. لا تعالى حبيبي، ده لامسني. بس تعالى اخوي، انا مش عارفه ارجع حبيبي. الله ما شاء الله، شكلهم خايفين على عيالهم. تتحسب مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي، اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. في انا يا ماما ولا فيكي اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام. الصيني، الخشب، العفش، كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى، كملي رعشتك. انا خايف. حي
رورو وسوسكا دول الاخضر دول الازكى رورو سوسكا رورو وسوسكا دول الاخضر دول الازكى رورو سوسكا ايوه ايوه الاثنين دهيا مكر وشر خبث متناهية ايوه ايوه الاثنين دهيا دهيا مكر وشر خبث متناهية بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة مسكة رورو سوسكا بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة مسكة رورو سوسكا فتحة على حسب الله حققوا مع رورو قالت رجلي عبعال انا والاجر على الله خلعوني يابا لا هتجي رجلي وقروا الفتحة على حسب الله حققوا مع رورو قالت رجلي انا عن نفسي باكلها حلال ان شاء الله بيعتر مش شغال انا عن نفسي باكلها حلال ان شاء الله بيعتر شغال او حتى هسرح بفريسكا او حتى هسرح بفريسكا او حتى هسرح بفريسكا خلصت على مين يا بعيدة لكن الجميل بالصلاة عالسن متجمعين في التأبيدة جبت الذهب ده يا حلوة منين خلصت على مين يا بعيدة لكن الجميل بالصلاة عالسن متجمعين في التأبيدة لكن الجميل بالصلاة عالسن متجمعين في التأبيدة يا سوسكا عيلتك متماسكة يا سوسكا عيلتك متماسكة دول الاخضر دول الازكى رورو سوسكا رورو سوسكا دول الاخضر دول الازكى رورو سوسكا ايوه ايوه الاثنين دهيا مكر وشر خبث متناهية ايوه ايوه الاثنين دهيا دهيا مكر وشر خبث متناهية بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة مسكة رورو سوسكا بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة مسكة رورو سوسكا شيرين رفيقتي من زمان كتير واحنا صغار ببي هالقد وكمان خطيبة تخي جونسي ومعه مصاري كتير 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 شو يعني مليونير؟ حبيبي انت بتاخد العقل احلى شي بحياتي وفي عيوني انت لكن قوليلي مين بده يدفع حساب الغدا؟ انا على الحميد المجيد اكيد خطيبة لصاحبتي شيرين اوبس شو صار؟ الهيئة في فرد فقعت دايما حرشتيني دايما حرشتيني هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد ما تنفخن هالقد بيقول لي لا 2.8 أحلى بصير مثل الفور ويل هن لازم 2.1 وأنا مع الحر بفقع بفقع دخيلك ها شيرين أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونت أنا ما بقعدش غير مع الأغنية وبس
حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من برش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دافع فيها كام؟ اوف صرت عارفه، قلت لي اياها 500 مره. لك حبيبي روبي رفيقتي من عيلة كتير كبيرة. هاي هاي هاي، بس أكيد مش أغنى من عيلتي أنا. ماشي، عمرك شفت حد فيه شنطة فلوس وراه؟ دي مليانة ما شاء الله. هاتي يا بنت، هاتي هاتي. أنت يا ابني رج الفلوس لا تعرق في الشنطة، تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي، كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي، بحب أعرفكم، هيدا عمر خطيبي وهذا تامر خطيبة لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل أعمال كتير مهم بمصر، وهلأ عايش هون ببيروت. وغني غني موت. وغني غني موت وكتير مهضوم. أهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. أهلا حبيبي، أهلا أهلا أهلا. طبعا عمر ما فيني خبرك إنه أستاذ تامر من عائلة كتير مرتبة، بحب اللبنانية كتير وبقدر مواهبهم كتير كتير كتير. أهلا حبيبي، أهلا، تشرفنا. أهلا وسهلا. ايه ده سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك، اقفل وافتح على طول. وريني وريني، يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر تامر حمدي السبرسجي، يخرب بيتك وينك يا راجل. ايه يا معلم السبرسجي ايه؟ انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة هيدي؟ اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشال سيد محبوس؟ بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن شو معفن، انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي. حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة ايه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى الموضوع، اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني، فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام. خدي، احنا تشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول، احلى حاجة حصلت النهاردة. عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بودي، تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش أنا سلمت كتير. رش رش سكتي إيدين الناس، معرفش غسلينها ولا لأ، حاجة صعبة قوي. ما بشوفش حاجة ليه يا متر؟ متر اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا يعني، هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده، اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي اللي انا اديتهم. نعم اوكي، بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه ونيله ايه؟ لا اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيره انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللي هو ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقه انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ طب حياتك قلت انتيني شيرين؟ انا ما بحبها اساسا، حسة كتير بتغار مني ولقيمي لقيمي لقيمي يعني. سوري اذا عم بحكي عنها هيك هلا. لا 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 لا، بتحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا، وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي انا من يوم ما شفتك يا بوبي مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقول لك كل حياتي ملكي. عن جد عن جد؟ طبعا عن جد، انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله، طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وروعي وشيرين؟ توصف الناس، الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكرة الأرضية؟ تحسي بموقف بيتي ايه؟ ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطة كتير. الحمد لله يا حبيبتي. مش جعانة صحيح؟ انت عارفة كتير جعانة كتير. معقولة؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رأيك؟ كتير رومانسيك كتير. شفت عز قبل كده؟ اه. فين الشوربة؟ انت هتستهبس، روح هات الشوربة. معقول؟
اتفضلي. بموت عليا من الاول. بسم الله بسم الله بسم الله. طب ليه بقى لنا يعني احنا عايزين قعده كتير وماشيين؟ اه كتير حلوه. اه انا حد قال لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل كده؟ تتكلمي بجد؟ مش هضحك بجد. ليه واخدة بطولات سباحة مثلا؟ عندي عوامتين بنتكون أربع مرات في السنة. طب خلاص هو أنت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين. ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما. ده أنت غطاسة رهيبة. بوبي البيت ماتت ولا إيه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم بسرعه هو اولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى انا جعان. هتعطيه رياضه ولا انت تجيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين. منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها وقلتوا في ليله امانيا. لا لا للنهارده لا. انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قطع عيش للأمانة. يعني النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزوبة. بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير. بنت بيت بنت أصل متربية. هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي اللي أنتم منها طبعا. هبتدي أكون رجل محترم وبالتالي هكون في بيتي محترم. بيتي هيبقى لي تقاليد. ما عنديش زيارات. مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون لان اصلا مش هيبقى فيه تليفون في البيت. هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي. فيا ريت ما تحرموش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره. انا عامل ايه في بيتي؟ هضطر اطردكم. انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره. كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت يلا قومي. قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا. ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف يبقى في ست وفي راجل ومش راجل عادي. سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي. هحبها بس الاصول اصول. هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عجباني بوبي. خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي. انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. اوروبا. بوبي ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الاخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني ايه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. ايه ما انه كان باستراليا وهلا رجع بس مخانق مع مرته. عنده مشكل كتير كبير. كنت عم حل المشكل. طبعا طب بس بذمتك حد يحل المشكل الساعه 4 الصبح. شباك تامر شباك. لا مفيش حاجه انا بتناقش معاك. بدك تخنقني شيء؟ لا اخنقنك شيء ليه؟ ده انا اعمل لك بطيخ. احنا بنتكلم عادي. ايه سهيل سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي اعمل لي ميس كول بليز ما بتوصل على البيت. بيزو بيزو. هو دلعوا بيزو غير سهيل؟ انا مش فاهم. عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة. وانا يا دلي يا دلي على هالدرج. نطت نطيت شو هالمسحة. وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي. يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس حنبوس هالباب. يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي
ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كام كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تعمل شباك؟ بدي اعطيك لسه يعني بس ليه كوزين تاتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق، وربنا يخليكوا تحلي مشاكل اهلي، ما في شيء بقى كده. قوم اعمل لي لمناد. حاضر حاضر حاضر. طلعت معايا السكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالك، جاهز في الثلاجه. تعال ندردش. لا مش شيء تعصيب. اسهب. وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكون. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعزي سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب بيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفش. انت بتبرقيني كده لان اقوم اعمل لمو. امي كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح نتكرر. اكيد اكيد والله مشتاقين كتير. بعرف انا كتير مشتاقه. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في بوبي؟ بوبي بوبي ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سويل ولا عقيل ولا ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك في الصحه يومين في اي حته وامري. ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايا ده؟ شوفي انت بتخونينا يا بت. شو بخونك؟ جنيت انت شي؟ جنيت انت شي؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل؟ وبالايباد اللي انا جايبهولك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريفي اشرف منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى، انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه يا واطيه. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا همرمطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق، فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق يلا قولي بالسلامه. ما تمرمطنيش. قرف يا تخينه. راجل طالع راجل نازل، مش مداني وجودهم، اللي مداني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب. طلقت الوليه قوانت. ارفض المشي الشمال، ده نهايته وحشه.
عشان وحشاني وحشة، ارفض المشي الشمال ده نهايته وحشة، ورجعي بوبي عشان وحشاني وحشة. يا خينا يا بوبي، يا وحشة يا بوبي، يا خينا يا بوبي، يا وحشة يا بوبي، لما فضيت قيوبي فلقت يا بوبي. يا خينا يا بوبي، يا عيب الشوم يا بوبي، يا خينا يا بوبي، يا بشعة يا بوبي، لما فضيت قيوبي فلقت يا بوبي. ليك عيونك مرمرة والرمش ناري، بوبي يخرب بيت حبك للمصاري. ليك عيونك مرمرة والرمش ناري، بوبي يخرب بيت حبك للمصاري. الدنيا عاش او عم بحزقها حاس او، وهيك بقولها ان انا مجنون ببوبي. بوبي يا بوبي دون سلامة سردينا رئيس المنظمة، وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة، المنظمة مش هتسقط قصاد ضغوط اليو اس اي، ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتسندني. صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية هتتنفذ بمواعيدها، جدول الأعمال هيقرا عليكم ماي بادي جارد، ماي رايت آرم، دراعي اليمين، مستر متولي أدريانو جوميز. فليتبطل. مبدئياً بعتذر عن التأخير، إن كنت برجع برا أوفر فسامحوني. وأحب قبل ما أبدأ أقول أي كلمة، تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم، الرجل الأول في الإرهاب والدم، مستر سلامة سردينا. أنا بوجه كلامي لأصدقائي الإرهابيين في كل مكان في العالم، السادة الأفاضل من الشبيحة، السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم، الذين لا يعرفون طعم الرحمة، الذين يعشقون القتل والقتلة، بوجه لهم كلامي. أي حد طيب ما يسمعش خطابي النهاردة، كل الأشرار في العالم هم أخواتي وأخوات الرجل الطيب ده. هقول لكم القرارات اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح، القرارات كلها في مصلحتكم. وهي كابتن، أولاً تصدير عدد 2 كونتينر آلي وفرد خرطوش محلي للمافيا العالمية. وكل ده ليجل عشان ما حدش يجي يقول ان احنا برا القانون، كل ده حسب اتفاقيات التبادل المخدراتي والسلاحي، زائد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عشورة للعمرانية ايجيب. عايز اقول حاجة، احنا هنبعت لحبايبنا في امبابة سلاح فتاك جديد، يورونا يعملوا ايه فيه. هيروح لهم سفينة محملة بالعرس العضاضة. ايوه العرس العضاضة، العرس العضاضة. يوروني بقى، سوري انا ازعجتك، يوروني بقى، يوروني امسكوا العرس ازاي. والخبر الاهم، قررت المنظمة الاسبوع اللي جاي عملية اغتصاب جماعي لكل معارضين
مستر سردينا. انت راجل ابن حلال ما ضربش. سوري ازعجتك كتير. بالمناسبة السعيدة دي والاحتفال ده بنجاح الصفقة، اسمحوا لي اني اشكر ميسيز ماتيلدا سردينا، زوجة العم، رفيقة الدرب، سعد الهنا عليا، اللي عمري ما حنساها، اللي طول ما هي جنبي بحس بالأمن والأمان. أنا سمعت صوت رصاص يا متولي. لا يا راجل، رصاص إيه ده؟ فاتح في الشارع اللي ورانا. حسن. متولي سيدي، أنا مصر إني سمعت صوت رصاص. رصاص إيه الوهم ده؟ أنت لابس قميص ضيق، الزراير ابتدت تفرقع مش أكتر. إجمد يا معلم. يا متولي، أنت متأكد؟ طبعًا. لا لا، أوعى تعملها، أوعى تعملها وتموت. يا تجراس يا معلمي وأستاذي، أنت المايفازر بالنسبة لي، أتعب في الحياة من غيرك. متولي أمرني. وصيتي الأخيرة ليك إنك تفضل طول عمرك مخلص. مخلص ليك إلى الأبد يا سيدي. حبيبي، وداعاً يا زوجتي العزيزة. نهار أسود، مات. نعمل إيه؟ تتجوزني يا متولي؟ طبعا اتجوزك حالا، كويس النهار في 60 داهية. انا كنت معجب بيك من زمان، بس ما كنتش عايز اتخطى البروتوكول بتاع العصابات. وانا سلامة سردينة، البادي جارد بتاعك ده ايه؟ استخدام اطفال؟ ابتدينا نستظرف ونتجاوز الحدود. اطفال، اوكي. يلا بينا. استاذ الصحفيين، لو سمحت اقفوا جنب بعض، كل ده ممنوع من النشر، فهضطر اصفيكم. كلنا صبيان المعلم سردينا، وجميله على راسنا من فوق، ربانا وعلمنا الكار، واهم من ده كله علمنا معنى الاخلاص والوفاء. انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا بتحبوه، لكن هو بقى في اتنين كان بيحبهم قوي، وانا عايز اكافئهم. انت وانت، صح؟ صح يا معلم. اهم حاجة ايه؟ الاخلاص والوفاء. تعظيم سلام للمعلم في تربته. تجوز متولي جوميز من السيدة مالتي سردين التي ساعدته واستطاع في وقت قليل ان يصبح من كبار المهربين بنجاح ساحق، وزاع صيته في العالم كله، واصبح على رأس قوائم الارهابيين الخطرين والمطلوبين. انت يا غبي، قلت لك 100 مره الرصاص يتحط في الثلاجه بدل ما يفرقع في وشنا. ايه الغباوه دي يا ابني؟ ما بيت انت شكلك غبي. يا له نورة حته. قوليلي، سعيده معايا اكتر ولا كنت سعيده مع سردينه؟
معاك انت اكتر يا حياتي. شكلك منافقه. شايفه الواد رومي احسن واحد يشتغل عندنا. وفي وفي رومي، هاي هاي حبيبي، قرب ارفع لي ايدك يا رومي. حرامي وخاين ابن خاين. كده يا متولي كده ما تفتكرش تقولي كل سنة وانت طيبة في الفالنتاين. فالنتاين ايه وزفتي ايه؟ فالنتاين ايه؟ انا فاضي. ما انت شايفة بهب بايه؟ انتوا مش عايزين تاكلوا عيش ولا ايه؟ انت اتغيرت يا بيبي سبحان الله. طب قولك ايه، حركي رجلك معايا كده، حركي جربي. لا خلاص هيكس بقى. سان دييجو جين سلامة، وبعد حد ياخد الرجلين. اوديو عامل ايه وازاي الخواجة؟ بقول لك ايه، في رجلين من رجالتي هيجوا لك دلوقتي هيخبطوا عليك بعد الثانية واحدة. من رجالتي القريبين قوي، اقعد معاهم ارغي كلمتين كده واقتلهم. ايوه ابعت لي دماغتهم خونة. يلا باي باي يا اوديو. عملت ايه يا واد في الوليه اللي اتقطعت نصين؟ كله تمام يا بص. مية 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 مية. جود مورنينج مستر متولي. جود مورنينج يا حلو. انت مين؟ سونيا سردينا، بنت سردينا. انت بنت المعلم سردينا؟ اوعي تكوني بنت ماتيلدا. لا بنت واحده تانية؟ ما شاء الله ما شاء الله. تعالي يا حبيبتي عند عمك، شايف المعلم سايب لنا صبايا حلوين ازاي؟ لف يا حلوه لف لف. حلو قوي. يلا يا ابني شوف شغلك، حضر ورقه عرف. يلا نعمل ايه؟ يلا نتجوزها. هنعمل ايه؟ معلمي معلمي طول عمرك اصيل يا بص. يا ابني لحمنا، هنرمي لحمنا في الشارع؟ دي بنت سيدنا وتجراسنا، انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص. يلا سيب لي في ايدك ده وخدها على فوق. يلا عيني. يلا مع السلامه. الله يرحمك يا معلم سردينا. هعمل ايه؟ لازم اشيل من وراه. يا اوديو قولك الرجاله عملت ايه؟ موتهم؟ ولا تجننت يا اوديو؟ بتموت رجالتي يا اوديو؟ انت ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انت هتستهبل؟ طيب خليك مكانك، انا جاي لك يا اوديو، خليك مكانك. ولا بقول لك ايه ده؟ في قطط ولا ايه؟ يا ساتر يا رب. انت مين؟ انا اخت المعلم سردينا. مين؟ اخت المعلم سردينا. تعال تعال تعال. الله يطلع المعلم سردينا. وما جايب المعلم سردينا. مساء الخير يا حلوه. مساء النور. اتغندري اتغندري ما شاء الله. انا اول مره اعرف المعلم سردينا الله يرحمه، دي اختي بالحلاوه دي. لا ده من زمان. اموريني يلزم خدمه. غلبانة وتعبانة ومش لاقي حتة تقويني، ما تكبر بخاطري. الله يكبر بخاطرنا كلنا، والله يعني أنا كان عندي استعداد بس مش للدرجة دي، بصراحة مش للدرجة دي. سانتياغو! أيوه! يا حلال استني أنا هكافئك. تعالى سانتياغو، تعالى شوف القمر. مين دي؟ ده أخو المعلم سردينا كان بيخبيه عننا. حضر ورقة عرفة يا حبيبي ومبروك عليك. لا شيل شيل. افرحي افرحي يا عروسة. راح 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 راح. سيدة الأقمار السوداء. لا لا لا. سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا أمي. يحنن يحنن، روح حتة تانية. لا يا حبيبي، أنت مش عارفني ولا إيه؟ شو واخد بالي مين؟
أنا أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا يا أهلا، زرتنا البركة أم المعلم سردينة، عمي وتجراسي وأموريني. ربنا يخليك يا ابني، والله أنا بس كنت مزنوقة كده في حاجة يعني. خلاص خلاص، ده الليلة السودة دي سانتياغو. عيني ده إيه يا رب الوقعة اللي وقعت فيها دي؟ هات يا ابني عقدين عرفي هتجوز أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا، نورتينا، خدها من خلقتي بقى، دي خاتمة قفلة منيلة بستين نيلة. يا رب ده انا مش عارف انا كده بخونه ولا بوفي. سانتياغو ايوه، دور لي وشها، دور لي وشها. سامحني بقى يا معلم سردينه، كله الا كده، مش هقدر مش هقدر. انا تقيل ومافيا وعايش عافيه، ولا عندي رحمه ولا دم. ولاد متولي، انا من ولاد متولي. ولاد متولي، انا من ولاد متولي. مجدع ومن كمان دينجي وانصام، من صام في الحريم صام. الدراما رمضان ما ضربتش ابدا، كودا 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 فيه. انا تاجر سلاح بفتخر وبقول، من عيله كبيره مامتي طنطني فيه. انا تاجر سلاح بفتخر وبقول، من عيله كبيره مامتي طنطني فيه. فين هنا؟ ايه يا دكتور؟
أنا متهيألي إن القتيل بلع بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. الجثة دي اتنقلت من مكان الجريمة الأصلي، بس أنا هوصل. كلاشينكوف 819. حاسب يا فندم. كان شرس، أسلحة دمار شامل وعنيف. يا هانم أنا مقدر مشاعرك، بس عايزك تتماسكي وتتملكي أعصابك شوية علشان تجاوبي على أسئلتي كلها. أنا يهمني أعرف مين اللي قتل ابن حضرتك، ومين حط الدبدوب في بقه. تعرفي إيه عن الدباديب؟ الحقيقة أنا عمري ما تدخلت في دباديب ابني، بس اللي عايز حضرتك تعرفه إن ابني إكس ما كانش طفل عادي، كان بطل. بطل في الدباديب يعني؟ بطل. حضرتك بتستهتر بكلامي دي. أيوة كان بطل، ومن عيلة كلها أبطال. أبطال؟ طب يا ريت تحكي لي كل حاجة عن إكس وعن عيلته، ولو في دباديب في السكة كده جت احكي برضو عنه. للأسف ما بقاش فيه دبدوب واحد. إكس كان جده الكبير قائد عظيم، أظن حضرتك سمعت عنه، القائد مدحت الأول. مين مدحت الأول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت ايه؟ لان في اربعه مدحت في الدفعه. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب ايه؟ ونيلت ايه في الجو النار ده؟ ده انا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك اند، قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت مفيش وقت. ارجوك لا، نفذ الامر يا مدحت. ارجوك ارجوك عافيني ارجوك، انا بخاف، بكره الصحراء وبكره الحصنه، وبعدين السيفتي ايه جدا جدا، والبتاع دي معصباني. ارجوك عافيني، نفذ الامر يا مدحت. حضرتك انا دخلت غلط، انا كنت كاتب في رغباتي فنون جميله، اقسم لك بالله. انت مطلوب بالاسم. انتوا عندكم 4 مليون جيبه، اشمعنى انا ابص ايدك؟ انت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس انا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. وانا خطيبتك، ارجوك عافيني عافيني. يلا يا مدحت بقى، يلا انت اشطر واحد هنا. يا حاضر اقنعي واختار حد غير من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك حكايات واساطير. كله اشاعات، اقسم لك كله اشاعات يا فندم. ايه الكلام ده؟ قالوا لي عنك انك محارب. يا فندم محارب ايه؟ انا اصلا مش مقتنع بالفكره، سوري يعني، خلينا نتكلم فير. ازاي احنا نترمي في المعركه عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش ايه؟ مش لوجيك الموضوع. سوري. ايه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر يا فندم. نفذ يا فندم. حاضر. سيب بس. نفذ. سيب لحضرتك حاجه من يلا مقتنيات الدوله بس. يلا. حاضر يا فندم. بقى عصبي قوي. يلا. ألفت، هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متاكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي اوكي. حضرتك قائد يعني مرتاح، وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي ميرسي، كان نفسي اسمع الجمله دي، ميرسي قوي. يلا. ألفت. بس بس. ايوه. اوكي اوكي. يلا يا مدحت، يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه اللي يا ما تحصلش الا النهارده. اوف، تقلبات تقلبات تقلبات. ايه ده؟ هجوم.
وانتقلت جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا ابان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعا، هم أصلا من جلاندبروخ بيشتيه، وجده الكبير الرادي فالر كان له صوالات وجوالات في الحرب العالمية. رودي فولر كان لعيب كورة. تشابه أسماء. ريالي ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقف تقعد يا دلت بقى. وادرز القوي. ها يا دي بوزك الفقر والنحس او زبط القطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على العدل بسرعه يلا. لا 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 لا، لازم تعمله الطايق قائد. لازم اعمله انا؟ اه امنه ظهري. ماك اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله. الجو حرقه النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ ده حلواني. ما انت تبعنا من الجيش بتاعنا. ايوه. طب شوف اسر سافر امشي ده منه. بس ده تبعنا. ايوه بدل واد ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يوبا يلا يلا قص يا رب. الجيش منتشر ها؟ كله تمام يا جدع؟ عندي اول حرب ليا ومش يلعب اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللعب؟ اللي حصل احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الاسمنت دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحاب امها. دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد ياض ابعد ياض. ترزق معانا ريال معانا ريال معانا ريال. الله الله الله. وده كمان يا نهار اسود دلوقتي سايد. يلا هنا ب 60 ده كان نصاب. حط الاريال فين؟ هنا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا حاطط السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه اقعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص افتكر ربيع. معانا ريال معانا ريال. حاضر حاضر حاضر. توكلنا على الله غطوني. ها يلا شيلوني وحدوني. ايه يا عم ايه يا عم انت بتشيان؟ انت بتطول عليا يا حلواني. ارفع حوتها. ارفع وحدوني. خلي بيتك حلواني 100 متر سلك. حلو كده؟ طب ازعقش وركز معايا كده حلو. انت كمان جايب بصوره طريه قوي حلواني في وسط الحرب. ها حلو قوي. اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو؟ مع عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده. اهو انت سيبك من الحرب والكلام ده. بتقدم ربيع. ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور. وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها، بس شويه بس ثانيه ننظف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق. صح؟ ايوه كده شكلك شقيه حلواني. انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. انا ما فهمتش حاجه من الحواديت دي كلها. علاقتها ايه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو انت حضرتك بتشمر ليه كمامك يعني هتضربني؟ ما انا بتكلم من غير اي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيرة قوي، وانا حذرته ايام حذرته، بس هو كان للأسف دماغه ناشفة جدا. كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا، شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل، والشراكة دي للأسف اتسببت له في مشاكل كثيرة. حلو قوي. مشاكل كثيرة مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. انا هحكي لحضرتك. احنا في يوم من ذات الايام كنا قاعدين في الفيلا، لا بينا ولا علينا، فجأة طبوا علينا. حلو قوي. كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم
جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. يهددك ايه يا اكس؟ احنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي، لا يا قمر، انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بادرها، فهمتوا؟ انا اللي بادرها، مش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه، المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيو الصينيه. دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضروا سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبسنا في صفقه مراجيح جديده. تتدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا، يلا يا تفاوي من هنا، يلا يا احمد بره. شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل ما يتقتل؟ فيديو لإكس؟ نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعة. بص بيبي. اموت ولا عيش مايس. انا
والظلم لحضنت ميكس انا والظلم لحضنت ميكس انا والظلم لحضنت ميكس انا والظلم لحضنت ميكس الكابتن اكس I'm Duff McKaylin X Captain X I'm Duff McKaylin X Kaylin 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 X وصل وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل ها منطقة كله دفع الإتاوة فين يا أحمد فين مرامي بيتي قوم يا كله دفع الإتاوة كله تمام يا برنس مفيش غير حمادة لسه ما دفعش حمادة ابن مديحة؟ ليه ان شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وشي كده شكلي نانسي وريني كده؟ ليه؟ امال ايه بقى ان شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليه ليه تأهله سودا؟ يلا بينا يلا يلا زعيم نبي ده اسمه كلام استحمى انا ازاي في دوش بالمنظر ده صغير عليا جدا ما انا عملاق اعمل ايه انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي الناس فاكره العملاق ده سعيد انا مش سعيد اتفضل الحوض كل شويه يعني لازم يتقط مستي عشان لا ما وبص بص بص النبي بص البشكير بص في نظري قد ايه بس هو بشكير انا عملاق اعمل ايه دي حاجه بقت تزهق اهو كل ما المس حاجه تتكسر مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي مش هاخد دش مش يعني انا خايف اكسر الحمام اهو لازم اوطي لازم اوطي عشان عملاق بحاول لا قوه الا بالله ازيك يا ام عامله ايه بلا نيله بلا امك بلا زيف انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا يا ام العفش مش صغير العفش طبيعي جدا انت اللي عينك فيها مشكله وبصراحه بقى انت مش حاسه تصدقي ان ابنك عملاق عامل لك ايه 100 مره يا ام 100 مره اقول لك بطلي الزيتون ضغطك بيعلى ده مش زيتون ده بطيخه بطيخه طب اعمل ايه انا عملاق انا شايفه زيتون تصدقي ما تصدقيش عملاق ولا حماده ولا حماده والنبي يا ابني ما تروح له ده راجل مفتري سيبيني ياما بقى سيبيني اخلص الحاره من شره هو بمفتري انا عملاق صدقي بقى حماده ولا حماده والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني مين انا اللي هلف ياك طب ممكن استاذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك هتنزل ولا اطلع لك باب البيت ضيق عليك يا معلم ادهوله لا 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 يا معلم تعبش نفسك انا نزلك على طول بسرعه يا حاضر يا معلم اعمل ايه حبكت معايا موت النهارده هو فعلا هيموت هيموت لا انا هضربه بايدي انا هضربه بايدي عملاق يا ام عملاق دخلت ام عاطف عاطف بيرجع خلي حد يشد عشان لو فضل المدلدل هيفضل يرجع مساء الخير يا معلم ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم ليه توا في سوري ليه توا ها ليه توا يا معلم يعني المفروض بالعقد تاخدها من حد
بيخش له على الاقل 7 جنيه في الاسبوع. لكن اقسم لك بالله انا وامي اللي قاعده جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني ايه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاتة. لا لا اعوذ بالله ليه؟ انا مش حاتش حاجه، انا بقولك ظروفي يعني. انت عارف يا دي اللي بيعصى اوامري؟ ها؟ عارف اللي بيعصى اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا عارف يا معلم؟ بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله، وكمان شنب عيرة. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا، حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه معلم؟ انت بتتوتر ليه فجاه معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا اول اخري. انت مبرق ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عني. حاضر يا سلام يا حاضر. امشي حماده. حماده حماده يا ابن انت، اصحى يا حماده، اصحى اصحى يا حماده. يا فرق اسود، اوعى تكون عفريت. ايوه عفريت. عايز مني ايه؟ انا بعون الله اللي اديت الهلب من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال. استنى استنى، ما تفرطنيش. طيب وابن حلال ايه؟ انت تعالى بس تعالى، انت اديت الهلب قوتك، ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب. طب انت جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم شوية. قديم قوي. طب اتفطرت شويه من جرب. يا اختي جن جحيم يا اختي. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا عسل يا عسل. انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايز نعمل ايه؟ بس اسمعني، حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هفكسك. يلا اتنطط يا اختي. بس 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 يا فيه ما نفعتش قطاوة ليه يا بص ياد في وشي كده. انا الهلف يا يا حارة وزاد الهلف. الهلف امر مطاع. عليك. مش فاكرني يا هلف. اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير. معلش العتب على النظر. معلش دقق كده. مين؟ حماده. المعلم حماده. طبعا طبعا المعلم حماده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوه قوي؟ انا طول عمري عملاق. انتوا بس اللي مش مصدقين. انتوا امي. احب فيك الاراده يا كبير، احب فيك الاراده. بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك. صبياني عامل لك ايه صبياني؟ ده انا هقطعهم لك هبهدلهم لك. بس انا اطلب منك طلب صغنن صغنن جدا والله، مش هكتر يعني. نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه. حلوه نزلني دي. انا هنزلك. انا 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 هنزلك. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. 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 عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. روح قول لهم ان انا عملاق. عملاق يامه. روح لهم قول لهم ان انا عملاق. عملاق يامه. عملاق. 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 عملاق.
حماده يا حماده حبيبي حبيبي وحشتيني. شفت انا بيت عامل ازاي؟ يا اختي بنت اهدى يا اختي بنت يا اختي جميله بلا كل الناس يا اختي جميله شبه الاستاذ يا اختي بنت حبيبي انت بنت اقف مكانك. يا ميدو قلت لك ابعد عن الباب ده دلوقتي، ابعد عنه. انا مش عارف الراجل ده جاب لي السشوار ده منين داهيه. يا ابني قلت لك تعالى حيادي. نجم ماجد المصري وصل. الو يا صبري. الو يا نجم. غدا عبد الرازق جت؟ المدام بقى لها 8 ساعات هنا استاذ وجاهزه. خليها تستنى. أنا لسه عندي مجموعة 50 ضغط عشان عندي مشهد صعب قوي يا صبري. إيه علاقة الضغط بالتمثيل يا أستاذ؟ إزاي يا صبري؟ أنت تافه ولا إيه؟ أنا كماجد المصري معود جمهوري إن أمثل بكل عضلة في جسمي وكل شعراية في دماغي. طبعًا الموهبة دي بتاعت ربنا، بس النجم يا صبري لازم يبقى عنده أدواته. أيوه إيه أدوات النجم يعني يا أستاذ؟ يعني مثلًا السشوار بتاعه، سان أويل بتاعه، طبعًا كارنيه جيم. بعدين بتكلم معاك ليه؟ انت تافه وانا نجم. انا نجم يا ابني. معلش. شوف شغلك. اتفضل يا استاذ. السشوار جاهز؟ جاهز يا استاذ. شغلوه. مساء الخير يا شباب. مساء النور يا فنان. يوم جميل ان شاء الله. غدا عبد الرازق جت؟
سوري دود حبيبتي مش واخد بالي معلش كنت مدياني ظهرك اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه تاخرت ليه؟ تاخرت حصلت لي كارثه. ايه اللي حصل؟ مصيبه السشوار بتاعي فرقع في البيت. سشوار بس؟ اه والله فرقع. انت عارفه بقى ده مارك هجيبه منين؟ اضطريت اجيب واحد محمول صغير امشي بيه الحل لحد انت عارفه شعري بالنسبه لي ايه؟ معلش حبيبتي يلا استاد بقى يا جماعه. حاضر يا بيه حاضر ثانيه واحده بيه. غدا شوفي شعرك تحفه ها؟ تحفه. يا جت كل الوطن العربي بيتكلم على شعرك. الحمد لله الحمد لله. انت عارفه ده بدعوات الناس المعجبين. بمشي في الشارع دود ده الناس بتقول لي يا ماجد يا ماجد ربنا يعلي سعرك ويطرح البركه في فروه شعرك. شوف يا جد خش لك. حاضر يا فندم يلا تعالى كده يلا اتفضلوا يلا استاذ ماجد. استاذ ماجد ركز لو سمحت. حاضر يا فندم يلا يا استاذ ماجد. حاضر يا بيه حاضر. ما هو شعري انا بظبطه مش عشان اروح بيه عشان امثل في المسلسل بتاع حضرتك لو سمحت اديني وقت. يلا يا فندم يلا خش كليك اتفضل قول يلا ستاند باي. يا استاذ يا استاذ اثبت يا استاذ يا استاذ اثبت. حاضر يا فندم ما انا بظبط شعري للشغل يا استاذ. استاذ ماجد ستاند باي جاهزين. خش كليك اتفضل قول يا استاذ ماجد لو سمحت. ايوه بيه ايوه بيه ما انا لازم اظبط شعري. حضرتك مش متخيل الموضوع بالنسبه لي عامل ازاي. انا نازل في المسلسل ده بشعري من الاخر مع احترامي للمؤلف والدور سوري يعني وقايل لكل اصحابي على الفيسبوك بصوا على شعري فاديني اديني وقتي لو تكرمت. خش كليك يلا ترن اوفر قول يا استاذ ماجد يا استاذ ماجد. لا يا بيه مش معقول ربنا حلاوه يا بيه يعني اخش فيه منكوش الدين وبعدين سوري شوفوا لنا المنطق فين. انا في شرط في العقد بيديني الحريه المطلقه للتعامل مع شعري. انا اسف يعني احرجتوني جدا. خش كليك اهو سوري يا غاده وطروني انا اسف. يلا اتفضل يا استاذ ماجد يا استاذ ماجد. يا بيه حاضر ما انا بجهز. حاضر يا بيه. لا لا طب ما عماله تلعب في شعرها ما حدش كلمها. استغفر الله العظيم. استنى يا استاذ دقيقه واحده غاده الورق. انا جاهز يا فندم. يلا اتفضل خش كليك دور يا استاذ ماجد. يا استاذ كتير كده اتفضلي دور. هات 3-1-1 ايه اول مره يلا اكشن اكشن اتفضلي اوريك المفاجاه اللي احنا اتفقنا عليها. تعالي اوريك المفاجاه الفظيعه اللي بره. تقدري تتخيلي كام لمبه في المكان؟ حوالي 37,000 في جنيه وربع. تقدري تعرفي انا بحبك قد ايه؟ كل ده عشاني؟ طبعا كله عشانك. الشمع واللمض وصاحب الشمع واللمض. انا تكفيني لمبتين وخلاص. مبسوطه؟ قوي. الجزمه دي مضايقاني قوي. ده عاج اصلي خلي بالك مش ها؟ ودي فيها بوش هتتظبط. ايوه كده الواحد يفرفش في فيلته. فاكرة أول أغنية سمعناها مع بعض؟ كانت تقريباً يا طالع النخلة هات لي معاك بلحة. أكيد مش هي دي؟ سوري سوري، آه كانت موال سجان الغرام لعبده الإسكندراني. أنت ما تنساش حاجة أبداً؟ ما أقدرش، ما أقدرش أنسى، ما أقدرش. حطي إيدك على سرتي. أيوة على السر انزلي تحت على السر بالظبط. أيوة اضغطي. اضغطي يا بت. اضغطي. ايه رايك؟ وديك عرفتي كلمة السر. عايزة فاير ووركس سرتي على طول. تلاقي كل حاجة تحت أمرك. كل ده عشاني؟ مبسوطة؟ أوي أوي. أنا رجعت لك ليه؟ ليه؟ عشان أنا بحب الست اللي خشبها عريض. الله يحميكي، مش عارفة أوصفك بإيه. طاووس، فرس، أنتِ جمل. أنتِ يا حبيبتي جمل. وعشان كده عايزك تجري رهوان ورايا على كوبري الجامع ما تتعبنيش. ايه ريحه الشياطي؟ ايه ده القرف ده؟ ايه ده انت بتولعي يا غاده؟ غاده بتولع يا جماعه الحق. انا حاجه شعر بس شعري. انت سايبني وصلك شعرك؟ خلاص الحمد لله. كان لازم كل الشمع ده كنت هتولع فينا. معلش معلش انا اسف بس لازم احافظ على شعري. صدقني كنت ناوي اطلع السشوار بتاعي طفيكي بس البطاريه ضعيفه والله. سشوار؟ ايه ده انت هتعملي ايه؟ لا سشوار؟ لا غدا مفيش هزار الا سشوار
الاستشوار يا غادة، الاستشوار، الاستشوار، حرام عليكي كسرتيه. يا جماعة أنا ماجد المصري، أنا بسجلها على الهواء قدام جمهوري إن أنا اعتزلت التمثيل، إني ما أقدرش أكمل مسيرتي الفنية من غير السشوار بتاعك. آسف. مشاهدينا، سمعنا في كل الأوساط الفنية إن الفنان ماجد المصري عايز يعتزل الفن، وأكيد خبر زي ده ما كانش ينفع إن احنا نعديه من غير ما نيجي ونتأكد منه مخصوص. دلوقتي احنا قدام كرفان الفنان الكبير ماجد المصري عشان نعرف منه حقيقة الخبر. استاذ ماجد، سوري ايه يا توني، بتعمل ايه بيروت يا توني لحد دلوقتي؟ استاذ ماجد، لحظه من فضلك توني، فين الكريمات بتاعت شعري؟ انا شعري بينهار يا توني، انت فاهم يعني ايه شعري بينهار؟ استاذ ماجد، هحتاجين حضرتك في كلمتين وانا بقى فيه تليفون اهم من الدنيا كلها. انت بقول لك ماليش دعوه، مراتك بتموت، انا شعري اهم من الدنيا كلها، بكره اكون عندي بالكريمات. باي باي، مساء الخير. مساء الخير استاذ ماجد، احنا يعني سمعنا وكل جمهورك زعلان جدا من الخبر اللي سمعناه ان انت بتفكر في الاعتزال او فعلا اعتزلت الفن، الخبر ده حقيقي؟ هو فعلا انا قلت كده، بس ده كان لحظه انفعاليه لان اختلفت انا والمخرج اللي مهتم بكل شيء الا شعري وتدخلات، وبيدي اوردرات غلط للراجل بتاع السشوار، شعري كان هيتحرق فكان لازم اقول انا هعتزل، بس طبعا مستحيل اعتزل لان انا يعني الفنان ملوش غير الفن، يعني انا بطمن جمهوري انا راجع، واللي مستنيني ان انا اعتزل انا بطمنه انا مش هعتزل وشعري مش هيجرى له حاجه. طب يعني هل الاعتزال ليه علاقه بشعرك بالسشوار؟ انا يعني لا لا، قلت كلام كتير انا مش قادره افهم. هو كان في سوء تفاهم زي ما بقول لحضرتك، انه انا يعني احب ما اشتغل مع مخرج يهتم بشعري يمكن اكتر مني، لعلم حضرتك انا الفنان الوحيد اللي باخد اجرين، مش اجر واحد، باخد اجر ليا واجر لشعري، فلازم ده يتقدر. والاجر ده متساوي ولا شعرك بياخد اكتر؟ لا شعري بياخد اكتر انا يعني، وده شيء يسعدني، ما هو شعري حد غريب، ما هو شعري فعادي يعني، ما كله جاي لي انا، فاهماني يعني، هم لو دفعوا فلوس لشعري هيروحوا يدوه لاحمد السقا؟ هيدوهوني انا صح، مش ده شعري فالحمد لله. هل شعرك ده بيبقى سبب في غيره ما بينك وما بين فنانين التانيين؟ لا، هو كان انور وجدي بس، ولكن انور وجدي ما كانش بالطول ده يعني، الاستاذ انور وجدي ما كانش بالطول ده، وكان في سمعت من بعض الاصدقاء ان كان في بعض كلام وانه مش مستريح لشعري، بس طبعا ده استاذنا ما اقدرش اتكلم عليه ولا ارد عليه يعني. طب حضرتك مثلا استخدمت الكيراتين ولا ده شعرك الطبيعي يعني بتستخدم؟ لا انا ممكن يعني هقول لك على حاجه ما قلتهاش لبنت ابدا، اسمح لك تمسكي شعري؟ امسكه؟ امسكي لو سمحتي، ده كرياتين؟ اه ده كرياتين؟ لا قولي للناس ده كرياتين اللي عند ماجد المصري؟ لا مش كرياتين خالص، لا لا ده كله طبيعي. طيب هل دلوقتي لو جالك دور ومطلوب منك ان انت تطلع فيه اقرع، هل هترفض الدور عشان شعرك؟ والله لو الفلوس كتير ارفض طبعا، تزف شعري يعني، لو عرضوا مبلغ يظبطني سنتين ثلاثه احلقه دلوقتي. قد ايه المبلغ ده؟ 15000 جنيه احلق شعري دلوقتي. 15000 جنيه بحاله؟ والله 15 ونتفاوض كمان. الحياه صعبه قوي يعني، الحياه صعبه قوي. ولذلك انا بطمن جمهوري اللي ممكن يكون قلق ان انا قلت هعتزل، انا مش هعتزل. اعتزل لمين؟ اسيب التمثيل لمين؟ اسيب الدخله على الكاميرا والهله دي على مين؟ اسيب الجست لما بقف قدام اي حد ده على مين؟ في ممثل بيقف بالجست دوت والافيش دوت؟ مستحيل. اسيب الكرفان ده لمين؟ والله العظيم لا تفليني. لا لا بس انا ثانيه واحده، فليني لو سمحت عشان تثبتي للناس كلها، فلي او اي حته في دماغي. يا استاذ ماجد بس ثانيه واحده، امال ايه مش جاي تشطري عليا وتقولي لي حشرات؟ يا استاذ ماجد حياتك كنت اطول من كده بكتير. امتى؟ اذا انا شفتك قبل كده، ايه اللي حصل؟ دي حقيقه، ما انت جايه وعندي ازمه، الراجل ما جابش كريمات، هتشوفوني الاسبوع الجاي اطول مما كنت. انا بطمن بيعمل كده السيرم، هو طبعا انا كل احاسيسي ونموي جاي من فرحتي بشعري، لو متظبط وفي سيرم انا بنمو، لو مطفي يعني ممكن بعد بكره لو جيتي ومفيش سيرم تدوري على ماجد المصري مش هتلاقيه. لا بس استاذ ماجد انا مش عايزه اضايقك، بس انا ما بستخدمش سيرم. فعلا؟ لا خلاص انا جايلي، انا يعني بشكرك وبشكر اهتمامك والقناه بتاعتك ان انتوا اهتميتوا بخبر اعتزالي، بس بعدها وبكررها انا مش هعتزل ولا هتنازل على اي دور بيعرض عليا بشعر اقرع بنص دماغي. وصلي للناس اللي نفسها ان انا اعتزل الرساله دي. احنا بنشكرك جدا يا استاذ ماجد، ويعني ربنا يخلي لك شعر. ميرسي جدا، ميرسي على ذوقك، فرصه سعيده، كل سنه وانتم طيبين. كنت عايز اسالك سؤال بس. اتفضل. ما يجيش اي كريم عبال السيرم ما يجي بتاعي في شنطتك دوري كده؟ لا انا طبيعي. ميرسي على ذوقك. باي 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 لجمهوري. ممكن عشان خصوصيتي. اتفضل حضرتك. أمانة تبقى سشوار.
واخدني المشتي انا طاري يا سشوار ماجد المصري Thank you.